اول مطلب عايزين احلال وتجديد جميع الماكينات واعاده هيكله جميع الشركات وسد العجز وتعديل النظامين المالي والاداري لجميع الشركات واحلال وتجديد العنصر البشري بتعيين العمال نمرة 2 اصلاح وظيفي شامل لكل عامل على حده من ناحيه الحوافز من ناحيه الاجور من ناحيه الترقيات لل 32 شركه. المطلب التالي الحد الادنى للاجور المطلب الرابع تعديل قانون المعاشات اللي هو 47 لسنه 84 بصرف شهرين لجميع العاملين بدلا من شهر. تعديل نظام المعاشات يا اخواني قانون 47 لسنة 84 بصرف شهرين لكل عامل بدلا من شهر. تعديل قانون 79 لسنة 75 بصرف 25% من الراتب الاساسي بدون سكن عشان سقفها 35 جنيه بس والمتوسط على اخر شهرين عشان الحكومه والقطاع العام بيحرموا من المتوسط على اخر شهرين. المطلب اللي بعد كده انحرمنا من العلاوه 80% بتاعه بطرس غالي لما ضموا المعاشات للدكتور بطرس غالي وهو وزير الماليه في 2006. اللي بيطلع المعاش حاليا ما بياخدش 80% من العلاوات الخاصه. المطلب الثاني تقييم الاراضي المباعه خارج المصانع متر ب 200 جنيه والمصنع ده هو صرف على المتر 5000 جنيه مرافق عمي غاز كهرباء صرف صحي ميه دمنا وروحنا هو مصنعنا واحنا نحافظ عليه من اي حاجه. ولنا اعتاد على الاستاذه لميس الحديدي ان عايزه تكفل المصانع مصنع كفر الدوار شارك في الثوره العرابيه ووقف جنب احمد عرابي وفي اضراب 52 وفي اضراب 84 واضراب 94 اقل عامل في كفر الدوار هو المدرسه الكبرى على مستوى قطاع الغزل والنسيج. التلفزيون بيشوه حركة العمال ويقول ان هم يبقوا دول السياسية وان في ايدي خير بتحركهم. كل العمال في مصر بيحركهم قضية واحدة وهي قصد قضية في مصر قضية لقمة العيش نضيفة لان الراجل يعرف يسطر بناته ويجوز عياله ياخد لقمة نضيفة المرتب ما يخلصش شوف واحد يخلص يوم خمسة بالعكس كمان المرتب بيتأخر عليه شهر واثنين وثلاثة. عمال مصر واقفين عشان مطالبهم الاجتماعية والنهاردة احنا بنعلن تضامننا الكامل مع عمال كفر الدوار في نضالهم وتضامننا مع عمال قسم محل في نضالهم.